السلام عليكم، تحية لجريدة أنفاس على حضورها في مدينة برشيد من أجل مواكبة موضوع الحالي اللي تشرف عليه جمعية حبيبي يا مغرب، فنون ثقافة سلامة طرقية، وأترأسها بصفتي كفنان وكرجل ثقافة وكمجاز في القانون الخاص وكطالب في علم النفس الإكلينيكي ماستر مع جامعة باشن الأمريكية. علم النفس الإكلينيكي هو علم النفس المواكبة الأطفال والمراهقين والشباب والعائلات والأسر. احنا اليوم إن شاء الله عندنا واحد شراكة بين جمعية حبيبية مغرب التي أرأسها وكذلك المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم برشيد. هذا البرنامج اللي هو المواكبة التربوية داخل المؤسسات التعليمية وخصوصا بالعالم القروي، وكتخص واحد الفئة من الفتيات قسم المستوى السادس لمواكبتهم تربويا نفسيا بيداغوجيا سيكولوجيا حتى لا يكون هناك هدر مدرسي، وحتى هؤلاء الفتيات لا ينقطعن عن دراستهن، لأن هناك مشاكل كثيرة من الأسرة ومن الأبوين ومن الإخوة الكبار الذين يفرضون على هؤلاء الفتيات أن ينقطعن عن دراستهم ويجلسن في المنزل نظرا لعدة ظروف، ربما تكون ظروفا مادية أو ظروف وغالبا تكون مادية، لأن الفقر هو سبب هذه المشاكل. فكذلك البنات هذه الفتيات يتعثر عليهم وجود النقل المدرسي من المدرسة إلى الإعدادية الثانوية ثم إلى الجامعة، ويصعب عليهم كذلك الولوج إلى مكان المبيت في الآمن كدار الطالب والطالبة، وكذلك لهم مشاكل في النقل المدرسي بالخصوص. فهنا يتجلى الدور ديال الجمعية الشريكة في هذا البرنامج اللي كتصرع عليه المديرية الإقليمية للتعليم ببرشيد. والآن عندنا المواكبة داخل المؤسسات بعد ما نسقنا مع مؤسسة مركزية البراهمة وبالضبط فرعية المرعود اللي كتواجد في جماعة الغنيميين. هذه الفرعية هذه اللي غادي نستهدفوها 100% من أجل خلق برنامج هادف فيه أنشطة توعوية، أنشطة ثقافية، أنشطة فنية، رياضة، فيه لقاء حول التربية النفسية والتربية العائلية الأسرية مع الآباء والأمهات، اللي غنتواصلوا مع هذوك الآباء والأمهات إن شاء الله داخل المؤسسة، ثم غنقدموا لهم برامج ومسرحيات وغناء وسهرات، وكذلك بالضبط مواكبة ديال الدراسة ديالهم في الامتحانات الاستشهادية اللي غادي تكون إن شاء الله، وغادي نواكبهم وغادي نديروا معهم مراجعة خاصة باش هاد الوليدات يفهموا مزيان، وغادي نتواصلوا حتى عند الدواوير إن شاء الله مع الآباء ديالهم، غادي نمشيو عندهم الناس اللي استعصى عليهم الأمر أننا نتلاقاو معهم في المؤسسة، خاصنا نمشيو حتى عندهم ونضطروا أننا نواكبوا هذاك الأب بأي طريقة أو أم أو الأخ الكبير اللي كيحكم الأسرة باش يخلي هذيك البنيته او هذاك الوليد يتمم الدراسه ديالو، لان اليوم كنعيشوا اضطرابات نفسيه خطيره، وهناك كذلك اضطرابات سلوكيه من ناحيه القلق، من ناحيه الفزع، من ناحيه الخوف من 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 الوالدين او من الشارع او من البيت، الخوف كان يعني كاينه كراهيات كثيره جدا 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 لهاد الوليدات اللي كيتواجدوا في العالم القروي. احنا عطينا واحد العدد اللي هو 24 فتاة ومستهدف، ولكن احنا سوف نستهدف المؤسسات مركزية البراهمة وفروعها وفرعية المرعود بأكملها، لأننا ما يهمنا هو الطفل هو الذي يهمنا في هذه الحياة وفي هذا الكون. احنا غادي نقدموا ما في وسعنا من أجل معالجة الموضوع ومن أجل مواكبة الأطفال والتلاميذ اللي خاصهم يرجعوا للمؤسسة ديالهم، خصوصا الفتيات القرويات خاصهم يرجعوا
المؤسسه ديالهم وخاصهم يتابعوا الدراسه ديالهم في الثانوي وخاصهم يمشوا للجامعه وخاصهم يكونوا فتيات يعني صالحات للوطن ديالهم ويكونوا يعني ربات بيوت ويكونوا حاصلين على مستوى دراسي عالي لصالح هذا الوطن ولصالح الاسره المغربيه. اذا اليوم احنا فرحانين بهذا البرنامج اللي هو دارته الدوله ديالنا وخصوصا وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه في هذا الشق ديال المواكبه التربويه وكذا كنزيدوا حتى النفسيه ماشي غير التربويه حتى النفسيه بالخصوص لان باش نعالجوا الموضوع باقرب وقت. وكنشكر كل من سيضع يده من بعيد او قريب في انجاح هذا البرنامج اللي هو المواكبه التربوية للأطفال وللتلاميذ وللفتيات القرويات. وكنطلبوا من الآباء ديالهم يصغوا لنا ويسمعوا لنا لأن كاين بعض الآباء كيضغطوا على البنيتات خصوصا البنيتات اللي كيوصلوا ل 16 عام أو 15 عام أو 17 عام من هذا القبيل وكيفرضوا عليهم أنهم يبقوا في البيوت ديالهم خوفا ربما من الاغتصابات، خوفا من التعرض لأشياء خطيرة، خوفا من أشياء أخرى. فهذه المسائل نحن نحاربها فتكون هناك مراقبة صارمة وسننسق مع الدرك الملكي في هذا الشق وكذلك مع التعاون الوطني ليتيح لهؤلاء الفتيات وهؤلاء الأطفال المبيت القانوني إن شاء الله اللي غيكون مصحوب بالمراقبة اليومية الصارمة. ونتمنى صديقين أن نكون عند حسن الظن ديال الوطن ديالنا وعند حسن الظن ديال الأبناء ديالنا وعند حسن الظن ديال الجميع. Thank you.